في بلاد طيبة التي توصف دائما بأنها شعب أصيل بتاريخ عريق على أرض طيبة، يقرأ علينا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث بعضا من منشطات الأخبار التي نشرت في الصحف والمجلات منذ زمن فات، معلقا عليها ومبينا أن الحاضر هو مجرد رجع صدى للماضي وأن تاريخنا يقوي انتماءنا لحاضرنا. حضرات السادة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقاتنا إلى بلاد طيبة مع تاريخ مصر نستعرضه من مجلاتها وصحائفها الصادرة في القرن الماضي من مكتبة والدي محمد فهمي. النهاردة معنا عدد صادر في قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية من مجلة الاثنين والدنيا كما ذكرنا في 28 مايو 1945 وأحداث الانتصارات التي تمت وانتهاء فترة النازية الألمانية. صورة الغلاف صورة أحلام من البلاج، الصورة بتعبر عن خيال الشخصية اللي موجود فيها وهي في حالة استرخاء فكري. الصفحات الداخلية عندنا حول النصر صور للقادة العسكريين اللي هم المنتصرين في الحرب وبيمثلوا المنتصرين روسيا، المنهزمين الألمان. الصورة الأولانية بعد توقيع وثيقة استسلام ألمانيا أقيمت حفلة كبرى تهاجم بالنصر، وها هو ذا الماريشال زوكوف بطل الانتصار الروسي قائد العسكري والماريشال تايدر يشربان نخب النصر. تايدر ده كان هو ممثل الجانب الأمريكي. الصورة الثانية قائد فيلد مارشال كيزلرن بيبتسم وهو بيتصور في قبضة الحلفاء بين اثنين جنرالات أمريكيين اللي هم أثروا. الصورة الثالثة كان جورينج ده اللي هو كان وزير الدعاية والإعلام في الرايخ الثالث، بشكل عالي جدا دعا للنازية وكان هو يعني متحدث الرسمي في للحزب والهتلر ودوره كان معروف يعني. ثاني كان جورينج رجل ثاني رجل في الرايخ الألماني بعد هتلر، وهو الآن أسير وقع في قبضة الحلفاء ويرى وهو يتحدث للجنرال دالاكويست الأمريكي وإلى جانبه الجنرال ستاك، وهما اللذان أثرته قوتهما في كيتربول بالنمسا. العنوان كان بيقول إيه؟ انتهت النازية الألمانية نهايتها المحتومة بانتهاء الحرب الأوروبية وتسليم ألمانيا للحلفاء المنتصرين الظافرين. بالدقائق الأولى من صباح 9 مايو، احنا العدد ده 28 مايو، تم في برلين توقيع الوثائق الرسمية النهائية الخاصة بالتسليم في دار كلية الهندسة العسكرية الألمانية بحضور مارشال الجو تايدر نائبا عن الجنرال ايزنهاور والماريشال زوكوف نائب القائد العام للقوات الروسية ممثلين للحلفاء والفيلد مارشال كيتل قائد القوات الألمانية والأميرال فريدبرغ قائد الأسطول الألماني والجنرال ستيمف قائد الطيران الألماني. الصورة مقصودة، قادة المؤثرين تم أسرهم واحتفل الحلفاء بالنصر.
الجو السياسي، الجو السياسي في كل اللي فات ده كله ده، احنا هنبص على حاجة واحدة بس مهمة فيه تحت عنوان سان فرانسيسكو. ايه سان فرانسيسكو؟ اوشك مؤتمر سان فرانسيسكو على الفراغ من اعماله، حتى لقد حدد الاسبوع المقبل موعد انتهائه، والذين تتبعوا اعمال المؤتمر يجمعون على ما ياتي. قبل ما هنقول ايه اللي هو هيجمعوا عليه، ايه مؤتمر سان فرانسيسكو؟ مؤتمر سان فرانسيسكو ده ان اجتمع 50 دولة بعد انتهاء الحرب العالمية من المنتصرين على اللي دخلوا الحرب، على اللي ما دخلوش الحرب، وعملوا اجتماعات في فترة من 25 أبريل لغاية 26 يونيو فيما بعد، استكملوها سنة 45 لإحياء شيء معادل لعصبة الأمم اللي تمت بعد الحرب العالمية الأولى. يعني مؤتمر سان فرانسيسكو ده كان النواة اللي تشكلت عليها الأمم المتحدة، وتم عمل ميثاق الأمم المتحدة في الفترة الحالية دي. كان في أمل إنشاء منظمة جديدة تضمن عدم نشوب الحروب مرة أخرى زي اللي عاشوها الدول دي كلها. الحرب العالمية كانت في دول رئيسة، لكن في دول لم تدخل الحرب لكن عاشت أجواءها، زي مصر، وضعية القوات البريطانية، وتمت على أرضها في العالمين حرب. دول كتير جدا أخذت منها جنود شاركوا في الحرب العالمية لصالح حلفاء، زي الجزائر، فرنسا أخذت ناس منهم بيحاربوا لصالح، الهند أخذت منهم شباب حاربوا في مع القوات البريطانية، أستراليا، وهكذا. فكان ده مؤتمر سان فرانسيسكو ده عشان أمل للسلام العالمي مرة أخرى. طب اجتمعوا على ايه؟ بيقول لك ان المؤتمر قد نجح نسبيا فقط، لكنه لم يحقق كل الامال التي كانت معقودة عليه، ولعل هذا هو السر في انه فقد اهميته في الايام الاخيرة. اثنين، ان الدول الكبرى استطاعت ان تملي ارادتها بالذوق على المؤتمر اللي هم منتصرين، امريكا، روسيا، بريطانيا، وأدخلت فرنسا اللي هو بعد كده شكلوا نواة مجلس الأمن. وأن الدول الصغيرة كانت تعارض أثناء المناقشة، فإذا جاء موعد التصويت انضمت إلى جانب الدول الكبرى أوتوماتيكية. مصالح بقى الدول العربية في مقدمتها مصر، رغم أنها لم تكسب أي معركة من المعارك التي اشتركت فيها، لكن قد نجحت في لفت الأنظار إليها، فضلا عن كونها استطاعت أن توقف نشاط الصهيونية عند حده. دي عايز بحث تاريخي. أربعة، أن روسيا بنوع خاص لم تعد تعلق على المؤتمر أهمية تذكر، وهذا ما يزيد في اهتمام بقية الدول الكبرى بموقفها وبما ينتظر أن تكون عليه سياستها في المستقبل. وده آخر سطر نبوءة لما حدث في الأمم المتحدة وما يحدث حاليا. طيب هناخد جزئية برضو من الجو السياسي في سوريا ولبنان. الفترة دي سوريا ولبنان كان بيسعوا إلى أن فرنسا تجلي عن الأرض، وفي نفس الوقت كانت في قوات بريطانية بالاشتراك بالاتفاق بين الحلفاء على وجودهم في سوريا ولبنان، لأن كان تركيا كانت منضمة
لدول المحور، وكان في خطورة معينة ان الدول دي، وايران كان لها علاقات بالمانيا، فكان لابد من وجود عسكري متمركز. وطبعا فرنسا كانت محتلة ساعتها، فلا تملك الا الاستجابة للمطالب البريطانية في تواجدها في سوريا ولبنان. لا نريد ان نعرض من هنا ما يجري في القطرين الشقيقين، يعني كما قال الاستاذ عبد الرحمن بك عزام، لا نريد ان نزيد النار اشتعالا، ولكن نورد اهم الانباء. اول حاجه، اهتمام جلاله الملك بتطورات الحاله، وقد تلقى كل من دوله رئيس الوزراء وسعاده امين الجامعه العربيه توجيه جلالته وارشاده. كان هناك فكره ان توجه الحكومه المصريه مذكره للحكومه الفرنسيه وحدها تضمنها، الى جانب احتجاجها واحتجاج العالم العربي في الموقف، لكن رؤية اخيرا ان توجه المذكرة الى بريطانيا وامريكا وروسيا وفرنسا. يا ترى جابت ايه؟ ينتظر ان يلقي دولة رئيس الوزراء بيانا مستفيضا بكل من مجلسي البرلمان يتضمنه، الى جانب تفاصيل الموقف ووجهة نظر الحكومة. تحدث كل من القائمين بأعمال المفوضتين السورية واللبنانية إلى دولة رئيس الوزراء في إحدى المقابلات، وأعقب ذلك أن أدلى دولته بتصريح عن أسفه لما بلغه من أنباء سيئة عن مصادمات دامية بين الفرنسيين والأهالي. يعني مصادمات دامية، ناس رافض الاستعمار، رافض الاحتلال، ما تتقالش كلمة مصادمات، دي مقاومة. تحاول بريطانيا وأمريكا أن تقنع فرنسا بأن ليس لهما مطمع في أن تحل إحداهما محلها في سوريا أو لبنان بمختلف وسائل الإقناع. وكان سحب القوات البريطانية التي وصلت أخيرا إلى لبنان تجنبا لسوء الفهم. إحدى تلك الوسائل، تحدث بعض المصريين البارزين إلى ميسيو هيريو الزعيم الفرنسي أثناء زيارته الأخيرة لمصر بشأن موقف فرنسا، وقيل أنه غير خط سيره واختصر بعض رحلاته لهذا السبب. آخر حاجة، انتظر أن تدعي الجامعة العربية لاجتماع قريب بين يوم وآخر للتشاور في الموقف. نحن نأمل أن توفق الجهود لتصفية الجو بروح المودة، وأن تحرص فرنسا على تقاليد ثورتها وعلى صلاتها القديمة بالعالم العربي. يعني انت يا كاتب يا صحفي متخيل ايه؟ يعني ده انت فرنسا دورت على احتلال مصر سنة 1798، ومحتلة الجزائر من سنة 1830، ومحتلة فرنسا ومحتلة سوريا ولبنان من عام مش متذكر من سنة كام. يعني ايه تذكرها يعني بصلاتها القديمة بالعالم العربي؟ فرنسا نهبت كل دولة من الدول العربية اللي دخلتها واحتلتها. انا هقول ايه؟ كتابة سياسة طيب. هندخل في جزء كل شيء كالعادة، كل شيء في يقول أحد المسؤولين، دي بقى الأخبار اللي الخفيفة، يقول أحد المسؤولين أنه متى حان الوقت سيعرف زعماء البلاد العربية أن مصر لم تقف مكتوفة اليدين منذ نشوب الخلاف بين فرنسا وسوريا ولبنان. أنا مش فاهم الصيغة الصحفية اللي بتتكتب نشوب الخلاف. خلاف إيه يا إخوانا؟ وخلاف على أرض حدودية، أنا حطيت رجلي على أرض من هنا ولا دي أرضك ولا دي أرضي، ده احتلال. كيف يصف الاحتلال بكلمة خلاف بين؟ في طرفة أخرى، شرب اللورد كينروس في حفل رابطة خريجي الجامعة البريطانية
نخب جلالة الملك فاروق كأسا من النبيذ حقه، نائب رئيس الرابطة كأسا من الماء نخبا لجلالة ملك إنجلترا. كويس كويس. طيب نشوف، قال السيد لنا تقي الدين الصلح. تقي الدين الصلح ده بعد كده تولى رئاسة لبنان بعد الاستقلال، القائم بأعمال المفوضية اللبنانية في مصر. أن مؤتمر سان فرانسيسكو اللي احنا اتكلمنا عليه لم يحقق غير ما يقرب من عشر الآمال التي كانت معقودة عليه، لكن المؤتمر مع ذلك كان فرصة للدعاية للشعوب العربية وإسماع صوتها للعالم الغربي. هنرجع تاني دواخل مصرية. يقول الأستاذ محمد خطاب بك، هو موضحش مين هو، واضح انه ممكن يكون عضو في المجلس في البرلمان. يقول الأستاذ محمد خطاب بك أنه إذا لم يوافق البرلمان على مشروع تحديد الملكية فإنه سيقدم مشروع يماثله على نطاق أوسع. بتكلمش تاني. الصحفي اللي نقل الخبر أتمها بعبارة لما يرضى بالخوخ يرضى بشراب. مشروع تحديد الملكية مين يا عم اللي هيكلمك عليه؟ بس هو صحيح كان في مش كان في النائب شكري اللي هو تولى حزب بعد كده في مصر هنا، كان نادى في الفترة دي تحديد الملكية. طبعا ما حدش استمع ليه لأن دي صوته وسلطة. برضو هنرجع لميسيو هيريو تاني. تحدث إلى بعض الشخصيات المصرية الكبرى فأبدأ عطفه على قضية سوريا ولبنان، ووعد بالمساعدة على إيجاد حل لها بعد عودته إلى فرنسا، كما أنه عجل برحلته وألغى زيارته للجزائر لهذا السبب. طبعا السوريين واللبنانيين مسائرين على الوضع، قال لك كمان هروح الجزائر هلاقي الدنيا أنيل، فخليني موجود هنا أفضل يعني. طيب عندما اجتمع عبد الرحمن عزام بك بالمراسلين الأجانب في دار المفوضية اللبنانية ليدلي إليهم ببيانه عن مشكلة سوريا ولبنان، قال لهم أنه إنما اجتمع بهم في ذلك المكان لعدم وجود دار خاصة للجامعة العربية بعد، ولكنه يعتبر كل مفوضية عربية بمثابة دار لهذه الجامعة. واضح أن مبنى الجامعة العربية ما كانش أنشئ حتى إلى هذه اللحظة. احنا بنتكلم سنة 45، نشوف الخبر ده. وصلت إلى صنعاء في الأسبوع الماضي بعثة أمريكية لمقابلة جلالة الإمام يحيى ملك اليمن. عايزين إيه بقى الناس دي كمان؟ يعني لو هنربط، كانت الاكتشافات البترولية في السعودية طبعا اكتشفت وتم الاتفاق ما بين الشركات الأمريكية والشركات السعودية في التركيب على البترول. الأمريكان قال لك ممكن اليمن يكون فيها كذا، واليمن أصلا كتضاريس مليانة معادن وخيرات كتيرة. فبداية وضع قدم، بداية اتفاقات، الله أعلم. أو بعد نهاية الحرب العالمية حسوا وأدركوا أهمية باب المندب، فبرضو الوجود في اليمن لابد من التفكير في الوجود فيها. خبر يهمنا احنا بقى هنا في أسوان، لكن يا ترى ايه اللي تم فيه؟ تدور مفاوضات مع بعض السلطات الأجنبية بشأن استيراد المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ مشروع كهرباء خزان أسوان. خزان كانت عمل وآخر جمال. هنا بقى التفكير في مشروع الكهرباء، توليد الكهرباء منه.
قد علمنا أن السلطات البريطانية أبدت استعدادها لتيسير استيراد هذه الآلات رغم الصعوبات التي ما زالت قائمة. برضو التحكم البريطاني في استيراد كل اللي بيجيبه مصر. طيب ايه هي الآلات؟ ما ذكرش طبعا، عارفين اللي هي ممكن تبقى التربينات، لكن ايه هي الصعوبات اللي ما زالت قائمة؟ ممكن ترجع ليه ان المصانع اللي كانت بتنتج الاشياء دي اتدمرت، وقفت، لان احنا في نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن اطروحة وفكرة ان احنا ناخد الكهرباء ونولد كهرباء من خزان اسوان سنة 45 شيء رائع طبعا. طيب تتحدث الصحف السورية عن مشروع إنشاء محطة إذاعة عربية موحدة تساهم فيها دول الجامعة العربية كلها، اللي هي فكرة إذاعة صوت العرب اللي تمت بعد ذلك. شيء رائع. طيب ماشي، نرجع تاني لعمنا الشيخ أبو العيون وخبر في منتهى الطرف. يؤكد فضيلة الشيخ أبو العيون أن الله لا يغفر للممثل أو الممثلة أي قبلة سينمائية مهما كانت مقتضيات العمل، ولا تعليق بعد ذلك في أي شيء. في عدد المتعلمين، وده رقم غريب وفي منتهى الخطورة بالنسبة لعدد السكان في مصر، بلغ عدد المتعلمين في مصر 2,245,000، أي بنسبة 18.77% من عدد السكان، وهي نسبة مؤلمة. ظهر منها أن التعليم الإلزامي بعد أن مرت عليه 20 سنة ما زال بحاجة إلى تقوية. 20 سنة، يعني من سنة 25 عدد المتعلمين، متعلمين لغاية أي مدى ما ذكرش، بس واضح أن حتى الحزبة نفسها اللي هم على الأقل يستطيعوا القراءة ويستطيعوا الكتابة. كان مجلس الجامعة قد قرر إعفاء الطلبة الشرقيين من الرسوم الدراسية، إلا أن المفوضية السعودية قررت دفع الرسوم المستحقة عن بعثاتها في الجامعة. طيب، في أشياء أخرى، تألفت هيئة لترجمة عيون الكتب الأدبية الغربية واختارت الدكتور طه حسين بك مستشارا لها مقابل 100 جنيه في الشهر عدا جزء من الأرباح. كون إن حركة النهضة القرائية تأخذ حيز الترجمة لأهمية الكتب، هو ذكر بس الكتب الأدبية، لكن هذا شيء بديع في هذا الزمن، وأعتقد إن كل الأجيال اللي طلعت فيما بعد تأثرت بما ترجم الأدب العالمي، ودي كانت فرصة كبيرة جدا لظهور كتابنا المتميزين اللي تأثروا بالأعمال الأدبية العالمية، سواء كانت روسية، بريطانية، فرنسية، ألمانية، كان لها دور مؤثر برضو في تكوين الحركة الأدبية في مصر. كده خلصنا من كل شيء. ناخد جزئية في حاجة اسمها في أسواق الذهب. اللي كاتب المقال ده مراقب مصلحة الدمغة. الذهب ده يعني من أبد الآبدين، يعني تاعب الناس. اضطربت أسعار الذهب بين الصعود والهبوط، وقد سألنا في هذا الصدد مراقب مصلحة الدمغة فأدلى إلينا بهذا
هذه المعلومات. لا تعليل لاضطراب الاسعار، لاضطراب اسعار الذهب، الا شعور الناس بان المشاكل الدوليه التي تبحث عن انتهاء الحرب لم تسوى بعد. طيب، تعد انجلترا الدوله الوحيده التي استطاعت ان تحدد سعر الجنيه الذهب في خلال الحرب بقانون خاص، وهو يباع هناك بما يساوي 183 قرش ومليمين، بينما ارتفع سعره في الأسبوع الماضي في مصر نحو 585 قرش، وفي لبنان 600 قرش، وفي ساحل إيطاليا الجنوبي 900 قرش. استغرب. طب اقترحت إيه يا سيادة الباشا؟ سبقا اقترحت على ولاة الأمور بأن يحددوا سعر الذهب في مصر بأمر عسكري منعا للمضاربة، وبه واضطراب أسعاره أسوة بما حدث في بريطانيا، ولكن تعذر استصدار الأمر العسكري لأسباب لا محل لذكرها. من طريف ما يذكر أن السعر الرسمي الذي حددته الحكومة للذهب من سنة 32 هو 87 قرش للدرهم معيار 24، بينما في الصاغة يباع ب 186 قرش. الخبر الأخير، تستخرج كميات قليلة من الذهب من منجم السكري، وتقدر قيمة ما يستخرج منه كل شهر بنحو 5000 جنيه. ومنذ قيام الحرب الحالية لم تشتري مصلحة الدمغة ذهبا يسكر إلا ما تستولي عليه مما تصادره مصلحة الجمارك. هو بس الإشارة إلى ما يتردد عن المنجم السكري كان مغلق لحاجة الأجيال القديمة كما يروج. لا، التكلفة في وقتها الاقتصادية لاستخراج الذهب كانت عالية، مش هتكفي، مش هتساوي ما يستخرج منه من الذهب. وكم من الأشياء في التاريخ تكتب لحاجات أخرى. شكرا لكم حضرات السادة المشاهدين، ونواصل ما ورد بمجلة الاثنين والدنيا الصادرة في 28 مايو سنة 1945 في الحلقات القادمة بإذن الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.